ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ هنكمل في الفيديو ده حاجات بتاعت الحاجات الاساسيه بتاعت البيبي. طبعا بالنسبه للحفاضات، انا بصراحه يعني جربت كذا نوع من الحفاضات، وصحابي وكده والناس قريبه مني برضو قالوا لي على في انواع كويسه انواع وحشه، بس انا بصراحه من الانواع اللي ارتحت معاها مولفكس. تمام، هي بصراحه من الحاجات الكويسه. طبعا اهم حاجه في ان لما تيجي تختاري الحفاض بتاع ابنك يكون طبعا ان هو ما بتحسسش الجلد، وان هو مريحه ليه وما بتعملوش تسلخات. طبعا دي اهم حاجه بالنسبه للطفل. فانا شايفه ان مولفكس حلو جدا لو انتوا عايزين نوع حفاض كويس. بالنسبه طبعا اول فتره في حياته الطفل طبعا بيخربش نفسه كتير وبيعور نفسه كتير، واصلا هو اول ما تولد بيبقى ضوافر طويله شويه. فطبعا لازم اول فتره في حياته لازم طبعا الطقم ده بتاع العنايه بالاظافر للطفل وكده. فدي طبعا اللي جبته ده نوع تشيكو، بصراحه نوع حلو جدا. فبيبقى مع القصافة بتاعته طبعا لازم كل يومين او كده لازم تقصفوا ضوافر عشان ما يعورش نفسه. في مع برضه المبرد بتاعه، مع برضه القص بتاعه مثلا لو انتوا عايزين تظبطوا مثلا شعره او بقى ضوافره او كده، ومع برضه المشط بتاعه. فبصراحه يعني من الحاجات اللي انتوا فعلا هتحتاجوها على الاقل اول فتره في حياته كده، ممكن بعد كده تجيبوا انواع تانية.